مركز الشفاء التاسعة الذي أنشأته العتبة الحسينية المقدسة في مستشفى البصرة التعليمي يدخل الخدمة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا بواقع 170 سريرا، خصص منها 100 سرير للعنايات المركزة. اليوم أنشأنا مركز شفاء تسعة في محافظة البصرة بسعة 170 سرير بجهود كوادرنا في العتبة الحسينية المقدسة، وهو جزء من 20 مركز شفاء في كل محافظات العراق تضيف 2100 سرير لكل المحافظات. اليوم عندنا كوادر تعمل في الموصل وفي الأنبار وفي محافظات الجنوب والوسط، كل محافظة سيكون بها مركز أو أكثر من مراكز الشفاء. شكرنا وتقديرنا إلى الكوادر الهندسية والفنية والطبية التي ساهمت في بناء هذا الصرح الطبي الكبير لحماية أخوتنا في مدينة البصرة ومعالجة فيروس كورونا. المركز تم تجهيزه بكافة المستلزمات والأجهزة الطبية، فضلا عن عدد الوقاية للكوادر الطبية والتمريضية والخدمية العاملة لتمكينها من إداء واجبها على أكمل وجه لمساعدة المصابين باكتساب الشفاء التام. بصراحة الأعداد كانت كبيرة، بعض الأحيان تفوق هذا العدد، وبالتالي احنا راح نستغل هذا المستشفى بعدد كبير من الأسرة. طبعا الأجهزة هي مزود بالأجهزة الحديثة ونظام المراقبة الإلكترونية، وبالتالي المريض في العناية المركزة راح يتلقى عناية أكثر، وبصراحة نتخلص من المضاعفات وننقذ حياة الكثير من المرضى بالكورونا فيروس. المركز هذا أضاف لنا إضافة كبيرة، أنه عدد الأسرة العنايات راح تزيد من 50 إلى 100، فلذلك راح نسيطر على القضاء على المرضى بصورة أسهل، خاصة المرضى المتقدمين بالحالة الصحية. كان عندنا شورتج بهاي الفقرة، أنه 50 مريض يسيطرون على مركز القبض، نبقى 50 مريض ما نعرف نوديهم، شيء بالطوارئ، شيء بالردهات، هسه لا، راح يصير عندنا إمكانية حركة أكثر. افتتاح مراكز جديدة من شأنه التخفيف عن الضغط الكبير على المؤسسة الصحية في ظل الازدياد الحاصل بعدد الإصابات بالفيروس الخطير. لقناة زاكروس الفضائية ستار المنصوري، البصرة.